سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ليالي الأنس. بونسوار. بونسوار. كيفكم؟ تمام. أهلا وسهلا. مساء الخير بحلقة جديدة من ليالي الأنس. اسمحوا لي رحب بضيوفنا سهى، أهلا وسهلا فيك. بونسوار. رمضان كريم. رمضان كريم. دكتورة هرات نورتنا. بونسوار. والياس أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. بونسوار جديد. أكيد بونسوارين. سهى دغري رح روح لعندك. أوه. أنت من الممثلين الجريئين، عم بحكي بشخصيتهم جريئة. في شيء حابب يبلش الحلقة فيه، لأنه كثير من الناس أو من النسوان ما بيحبوا يحكوا عنه. أنت ما عندك مشكلة إذا زبطتي شوي بحالك تحكي عن هذا الموضوع، هيدا شو، ثقة بالنفس ولا خلص وصلتي لمحل إنه آخر همك أو ليش؟ معني أنا مثلك ما عندي مشكلة، يعني إذا بقول مثلا عملت بوتوكس عند هرات مثلا، بس أنا زمان ما عملت. بعدين بدنا نشرح بعدين شو البوتوكس، لأنه في مشكلة الناس عم يعرفوا يفكروا البوتوكس هي عملية تجميل. صح. رح نحكي عنه بعدين بالحلقة. تفضل. لا أكيد، أول شيء أكيد ما عندي مشكلة. أول شيء هي ثقة بالنفس، أكيد ثقة بالنفس، لأنه ديجا بعرف حالي أنه أنا مني كتير بشعة كتير وتحليت كتير وغيرت حالي. شيء بسيط، أنا بتذكر أنه شيء بسيط تغير، ما فيها شيء. لا أنا عامل تجميل بس إيه، بس برضو تكوينك بعدها مثل ما هي. بس هذا الفضل للدكتور، لأنه أكيد. إيه لا شك. بيعرف أنه أنا ممثلة وجه معروف وعندي كتير جمهور، ما بده يغيرني، واتفقنا على شيء أنه أنا من دون ما أحكي كان عندي ثقة فيه أنه ما يغير ملامحي كممثلة. مش لأنه يقصد أنه ما في شيء أخسره أنه أنا بقول، لا، لأنه ما معقولي أنا أكون بشيء عندي ديفو معين عم بحسنه وعم بين على العالم أنه هيدا زبط. يمكن مش ديفو، يمكن شيء أنت مش حبيبتي أو بيزعجك بحالك. إيه بس ما فيني أطلع أقول لجمهوري شوفوا أنا من عاملة تجميل. أكيد. ما بيصير. أكيد. ما بيصير، في إشي عم تتحسن، في إشي عم بتبين أجمل، وأنا كتير مبسوطة وساتيسفات مثل ما بيقولوا، أنه بفتخر أنه دكتور هراتش خليها سهى كيكانو، ما تغيرت، ما صارت إنسانة تانية، هي المبسوطة فيها أنا. دكتور هراتش هو بيتميز بشغلة، أنه بحافظ على جمال البنت أو المدام اللي بتجي لعنده، بس بيخليها يعني تكون هيلسي أكتر، يعني اللوك تبعها هيلسي أكتر. يعني اللي عم بيقولوا لي أنه متحلية كتير، عندك إكلا كتير، في ناس ما عم بتحس إلا بشي بسيط، ونحن عاملين كتير أشياء، كتير أشياء، ما في شيء الا ما عاملينه، بس بشكل كتير سامبل وكتير خير الله. فينا نحكي عنه ولا لا بعدين؟ بعدين رح نرجع نحكي عنه. بس انا اللي بقول انه عن جد يعطيك الف عافيه دكتور هراتش، وخصوصا انه ما بتغير كتير التكوين، يعني بتبقى مثل ما هي فعلا، وعن جد تجميل، عن جد تجميل بطريقه كتير برو. وعلى فكره كتير عم نق عليه على شغله جديده ما عم بيقبل معي. يلا شو هي؟ سكوبات، يلا بلشنا. شو هي؟ في شغلة حابة أعملها سنة شهرين ثلاثة، بحكي ما عم بيقتنع مني. مثلا أنا بس أضحك، ما بحب زحين حول تمي، هو بيقول لي لا هيدا ناتشورال، ابن خمس سنين بيضحك عنده زحين حول تمي. كاركتر لإلك بيكون. برافو هرات، ما تعمل شو بدك فيه. شو بدك أكيد. بدي أسألك، أنت من الفنانين الكتير قليل اللي درسوا بهوليوود، يوجولي انه الواحد بيروح من هون لهوليوود ليوصل اكثر وينتشر اكثر. انت قلبت الايه، انت تعلمت لعكس. هونيك وجيت لهون، شو السر؟ وهل انت ندمت انك جيت، او يمكن بدك تبلش هون وتكمل هونيك؟ بالنسبه لي انا عملت جزء من حلمي، اللي هو انه اتعلم باحسن جامعه اتعلم فيها التمثيل. لو كانت بسريلانكا كنت رحت على سريلانكا، مش انه قصه هوليوود. رغم من هالشيء هوليوود كتير كبرتني وعلمتني وبنيت لي شخصيتي، لانه غير انه انا اللي تعلمته عشت لحالي. وهيدا بقعدت هونيك تقريبا ثلاث سنين، تخرجت ترمينال ورحت دغري لهونيك. سو هيدا كتير قوي لي شخصيتي، خليني اعرف اتعامل مع العالم اكثر، خليني اعرف اخد بروجيات مزبوطه ولا ارفض بروجيات. وبذات الوقت وقتها كان شغلي بقلب المدرسه بقلب الجامعه، كنت هونيك عم بتعلم من الصفر، ما كأنه مبلش من جديد كيف هي بناء الشخصية وكل شيء. وأنا بالنسبة لي بقول لك إنه تعلمت هونيك، بس ما بقول إنه أنا اكتفيت، لأنه بعد عندي طريق. بدك تحس حالك بدك بعد. أكيد أكيد. وأنا براسي يعني في عندي عدة يعني بلانز للفيوتشر. أنا جيت لهون لأنه حابب بلش من هون، جيب انه شيء من اللي تعلمته. ندمت انك جيت على لبنان؟ ابدا ابدا. كنت بتفضل تبقى هونيك اكثر؟ يعني بالعكس، بصراحه
كان صار لي انه اتعامل مع غير طريقه تعامل اذا كان بالتصوير او شيء مع العالم العربي من الطريقه اللي انا تعاملت فيها بامريكا، بس بذات الوقت حلو حلو هيك كون شويه تروبيكال القصه تسمع. واتس اولويز بتوين يعني هون وبرا، واذا اجاني هلا بروجي بروح وبضلني اجرب كون قريب من هون وهونيك، بس بالنسبه لي جيت لهون لانه كمان بحب بلدي كثير. تسمع للمخرج اذا اعطاك اي ملاحظه؟ اكيد اكيد، يعني مش من الناس اللي بيتشبثوا برايهم ابدا. واذا حدا من اصحابك عمل شيء غلطه عندك القدره او بطريقه معينه بدون ما تجرحه تقول له اذا فيك تعملها هيك ممكن تصلح لرفقاتك، لانه انت مثل ما بنعرف انه متعلم بمدارس مش سهل الواحد مزبوط. يقدر يتعلم فيها مزبوط. ولا ما بتحب انت بحيادة مثلا اذا انا اون سيت بصراحه ولا لا بفضل ما كثير اتعاطى، ما بتعاطى كثير مع العالم على السيت لانه معقول ياخذها كتكبر مزبوط. بس انه انا بفضل بس بس انت ما عندك مشكله انه في حال حدا بده ادفايس انت تعطيه اياها؟ لا اكيد أبداً. لا اكيد أبداً. لا بس بفضل بلا ما يكون انه قدام عالم او شيء بين انه بينك وبينك سالني ادفايس على جنب. دكتور هراتش خبرنا قصه البوتوكس اكثر، لانه للاسف الشديد واحد بيروح تيظبط شوي رتوش هي كلها عمليه تجميل، والبوتوكس هو انا رح اعمل دكتوره هلا بس انت صلح لي. البوتوكس هو ماده سامه بتنحقن هون يلي هي مثل الليكيد، يعني بيخفي ملامح الريد، يعني هدول التجاعيد يعني بتضاين لفتره كثير صغيره صح؟ خبرنا اكثر عن البوتوكس. ايه 6 اشهر ماكسيموم، في منه 3 اشهر ماكسيموم. هل لازم واحد يجدد؟ لانه انا سبق وقلت انه هراتش في اوقات كثير انا بقصد دكتور هراتش وبعمل بوتوكس لما بحس حالي انه عندي تصوير كثير وما عم بقدر، بحس حالي اني تعبانه، البوتوكس بيساعدني اني ما احس حالي او ما يعطيني اللوك هالقد انا تعبانه. فانا كمان مثلك ما عندي مشكله احكي. بس قلنا اكثر، خبرنا اكثر عن البوتوكس وخبرنا اكثر على الشيء اللي عم ينحكى وبزعل كثير وبحب بزعل كثير انه بينحكى انه يير راحوا على لبنان صاروا كلهم بيشبهوا بعضهم. هيدا الشيء مش مزبوط، على العلم انه 90% من الدول العربيه بيجوا بيعملوا عملياتهم هون. نحن بنصدر الجمال اصلا من عندنا من البلد، ما في شك لبنان يعني رب الجمال. انت وحده منهم رولا. ميرسي يا حياتي، ثانك يو. وسواء كمان ميرسي ثانك يو. هلا البوتوكس، هلا اذا لازم نحكي اكثر طبيا، هو عباره عن سم، بس سم دوز كثير كثير قليل، تنخلط بالمي وتنحقن باماكن اللي فيهم ريد اكسبريشنز، يعني تعابير رينكلز تبع التعب، يعني مش انه وحده لازم تكون كبيره تتعمل بوتوكس. في ناس بيضحكوا كثير بحياتهم كثير بشوش وهيك عندهم رينكلز حول العين، فحتى بنت 25 30 ممكن تعمل يعني كمان يعني بوتوكس. البنت ما عندها مشكله، لازم حسب هي قد ايه بحاجه. في ناس ببلشوا بعمر صغير، في ناس ببلشوا بعمر كثير كبير. والعكس بالعكس، ممكن تكون 40 وما عندها ما عندها كثير. بس لما تقولوا سم عم بنقص انه سم ما هو قال لك هراتش يا رب. لا هو عم يقول لك انه دوز كثير خفيف، لانه هيدا الدوز اذا زدته ممكن ياذي صح؟ صح صح. يعني في ناس بيبقوا مثلا ممكن عين هيك وعين هيك، بهالحال شو بيعملوا؟ مش بس هيدي، ما خاص السم فيها، هيدي طريقة الشك مزبوط. في أماكن معينة، هلا أنا بدي اغتنم الفرصة أقول إنه في ناس بيفكروا إنه حتى حلاقين هلا صار يجيبوا بوتوكس على الصالون وبلشوا يعملوا بوتوكس للزبائن. بس هي مشكلة، يعني ممكن يعملوا انفكشن، ممكن يعملوا في أماكن معينة طبياً ممنوع نتخطيها، بس يتخطوا بصير عندهم مثل ما تفضلتي هلا مشاكل تقشط العين، وفي احيانا بصير في عندهم ديبلوبي يعني ما بيشوفوا ابدا او بيشوفوا دبل. طيب بس خلينا انا زيد شغله هيك معلومه جديده، كمان في اماكن عم تنعمل غير الجبين وبين الحواجب حول العيون، عم تنعمل للرينكلز اللي بين الشفه الفوقانيه والمنخار، عم تنعمل للرقبه كمان. بس الرقبه لازم اللي عم بيعملها لازم يكون مختص 100%، لان احيانا بيقولوا اصعب شيء الرقبه، بصير في مشاكل كثير كبيره، يعني مثل ما حكينا هي بتعمل شلل، يعني بتشل العضله فبشيل الرينكلز، ففي ناس ما هم مختصين عم بيعملوهم بالرقبه. وهلا صار في لبنان 2 كيسز انه ماتوا من وراء عم بيفوتوا بمصر تبع السوالوينج اللي بيبلعوا فيه، فعم يصير في ديث. طب سؤال، فينا نقول انه في ناس بيقولوا انه اوقات الديفو فيك تخفيه من خلال الميك اب، انت اذا بينخفى بالميك اب بتقول لهم لا تعملوا عمليه؟ لا لا لا، انا
هلا اول شيء بقول لها فرجيني الصوره مع الميك اب مثلا اذا هي عم تعمل كونسلت مش انه بقول لها فرجيني صوره بدون ميك اب ومع الميك اب تعرف الفرق. هلا هي البوتوكس اذا وحده بلشت بعمر صغير تنحكي 28 او 30 احسن لها عم تعمل مينتنس للمستقبل عم تخفف التجاعيد. يعني عكس ما يحكى انه لازم لا بعدها صغيره انها تعمل. هو اذا كل ما بتعمليه بعمر صغير كل ما احسن لك اذا انت كنتي بحاجه. سوري بس انا عم بسمع شغلي حتى البوتوكس عم بيستعملوها بقلب العمليات عمليات جراحيه. مزبوط مزبوط بس نحن تجميليا عم نحكي هلا عم تنعمل حتى للبريست واحدة إذا عندها شوي صدر قاصد شوي عم نعمل بوتوكس. لكن معلومات جديدة على قلب تعرف شو أنا عرفت إنه البوتوكس المادي أول ما نعرف البوتوكس هو كان ينحقن للتشنج بالكتاف. مزبوط. وبعدين صاروا يبتكروا أكثر وتوصلوا بلشوا يجملوا فيه المرأة والرجال كمل البعض منهم مشكلة. رولا أنا بستغرق بشغلة في كثير هيك تعبير عم نسمعها هالأيام رحنا عملنا بوتوكس لشفافنا. بدي اقول ما في هيك شيء. سوري عم بيقولوا عم نعمل بوتوكس للشفاف. ايه ما في هيك شيء. ما هي اللي بيقولوا انه هي كلها بوتوكس فيلر. ايه. ففي فرق في بين البوتوكس والفيلر. الفيلر هو مثلا اذا عندنا خطوط حول الانف او بدنا يعني شوي خطوط يعني المره مثلاً. لما بتضعف كثير وبتحس حالها ما بدها تلعب بوجهها بتعبي لها لما بتحافظ على جسم ما بتعبي لها هدول الخطوط. مزبوط او شفاف مثلا أو شفاف. بس بوتوكس بالشفاف ساعتيني انت ما مفروض ابدا تدقي بوجهك صح ولا لا دكتوره؟ طبعا انا بحب يعني كل شيء بحل الست وبيزينها لازم يكون عندي اطلاع فيه. يمكن ما اعمله يمكن اعمله بس لازم يكون عندي اطلاع فيه وكل ست لازم تكون هيك. صار لازم نتقلع موضوع اليوم. يلا موضوع اليوم موضوع اليوم هو الاعدام والجريمه. سهى شو رايك انت مع الاعدام لما بيكون في جريمه كبيره؟ انا اكيد مع الاعدام ومع قانون الاعدام. بدي احيي رئيس الجمهوريه السابق استاذ الياس الهراوي اللي الله يرحمه وقت عمل قانون الاعدام وعدمه حدا بساحه عامه. انا اليوم انسان بس يعنف مرته ويضربها لحد القتل. هلا الاشي اربع خمس جرائم اللي شفناها هيدا كيف بده ينفلت من وجه العداله؟ اللي ابشع من هيك في على المخدرات ناس عم بتكون مدمنه على المخدرات وعم بيقتلوا وعم بيقوصوا. طيب كيف بدنا انه مؤبد انه يتعذب اكثر؟ لا هو افضل الاعدام تا كل الشعب يتعلم. انا عكسك تماما. لا لازم يكون في اعدام لانه هيك ما لازم يكون في اعدام بالاحرى. خليه يتعذب شوي صغير. لا بتعرف شو هو انه سهى قصدها يمكن انه لازم يكون قدوه لغيره انه الاعدام هو لازم انه يكون درس لغيره تما حدا يرجع تما حدا يرجع. اذا ما سمع بشيء اعدام وشافوا هالشيء بالساحه عامه رح نقضيها بالاجرام وبالتعدي على الثاني. يعني عم توصل للرجال عم بيضرب مرته واليوم خاصه هالفتره كثر القتل وكثر الاجرام وصار في تفنن بالاجرام. انا بقول لك ليه كثر الاجرام من وراء المخدرات. المخدرات كثير عم بتزيد الادمان كثير عم بتزيد مش من وراء الجوع مثلا في سرقه وجوع ويأس وديبرسيونات عم بيصير في قصص كثير. بس اذا الرجال ضرب مرته مش لازم ينعدم. انا هيك لا هي عم تحكي انه اذا ضربها حتى الموت يعني ايه هيك صار غير يعني مش انه ضرب عادي ضرب انه دمامه مثل ما صار قصه كمان ايه بس ما فينا نكون كمان الرجل. لا بس ما فينا كمان نعدمها. انا مني مع انه ينعدم لا بالعكس يتقصص يبقى كمان هذا بيكون درس لغيره. دكتور هراتش شو رايك بالموضوع؟ لا انا مع الاعدام صراحه. هلا انا كمان سيرش له وجهه نظر انه كمان لازم يتعذب شوي بس انا مش عاملين ومش عم يتعذبوا وعم يقولوا بالعكس نحن هون عايشين بالفقر بنروح نقعد شي 5-10 سنين واتيفر بالسجن عم ناكل عم نشرب وهيك ف ما زال هيدا هيدا الاساس على الحبس. في وجهه نظر في ناس يعني انا عندي شويه هيك اتصال بناس محبوسين هيك بنطلع عليهم شوي او بنتواصل نحن وياهم شوي. في ناس بيقصدوا انه يسرقوا تيفوتوا على الحبس تياكلوا تيحسوا انه لقوا محل انه يناموا فيه. بس هذا طبعا ما خصه بالاعدام بس عم بقول انه قد ايه صار الفقر عم يعمل مشاكل. ممكن الواحد لك صار يفكر على بس ما يشتغل صار ببعتوا على الحبس بحسوا بالامان انه اكلين شربين نايمين 100% يس. شو تعليقك؟ تفضل. وبعدين بيفكروا بعد 10 سنين بعدنا صغار يعني فنرجع نطلع بنكمل حياتنا. فبقى اذا في اعدام بخافوا عائلتهم او شيء. هذا رايي. يس انا ضد الاعدام بصراحه لانه اذا بدك تعذبي واحد فيك تحطيه بالسجن رومي وبيتعذب لانه السجن ما انه مؤهل ليساعد حدا اصلا. ف
بفتكر بعيش حياة بتقرف هونيك، هذا واحد من أسباب. بعدين منا نحن تنقرر إذا لازم نقتل شخص ولا لا. وبعدين بفتكر تتركيه بالسجن ليعفن ويعيش حياة بشعة. وانت اختبرتها بشيء بسوان الحبس، انه كنت بالحبس كمان. ايه 100%. فلا الاكسبيرينس وقت تكوني بالحبس ما حدا بيتمناها ابدا، خاصة يعني منقول بركي بركي اذا عم بجرب يقتل او شيء كرمال يهرب ويقعد بالحبس لان بيطلع له اكل، هيك بتكون بالسجون الامريكانية بركي ارحم لانه تو ستارز. لا بس هون بس هون بدي اقول لك شغلة كمان، في معلمين بالسجون يعني ممكن يفوت يكون المعلم وتحت امره كل هدول. انا يعني اذا بس عم بفكر انه يكون بس تيعلموا الناس فيه فاين، بس انه انا بيعيطوا له الشاويش بالحبس. هلا خبروني على ذلك. عرفت انا شوف انا ضد الاعدام. ما فيني اقول لك ضد او مع، يعني انا بحب الرحمه، بحب الشفقه، بحب سوري فرصه ثانيه للعيش. ما بقدر يمكن لانه ديانتنا بتحرم هيدا الشيء، بس برضه هيدا الشيء بيكون بايدين القضاء، هن اللي بيقرروا. وبعدين الجمره ما بتحرق الا محلها، نياله اللي بيقدر يسامح، نياله اللي بيقدر لانه في مره جريمه على التلفزيون الام قالت انه الله يسامحه وهي سامحته وتنازلت. انا بعتبر انه هيدا شغل كثير قوي وبايران فكرته عن حبل المشنقه وقالت له انا مسامحه، فهيدي عظيمه. كم هي عظيمه هذه الامراه انها تكون تقدر تعفي هالقد وتسامح. بس ام اكيد لأنها هي ام. بعدين اللحظه اللي رح يقولوا له للانسان 5 ثواني رح يعدموك بتسوى 30 سنه حبس. اكيد هيدي اللحظه اللي بده يحس فيها 5 ثواني بده يعدموه، يعني بعد 5 ثواني رح ينعدم. طيب ويمكن هلا يمكن مثل ما قالت سهى انه عهد الله يرحمه الرئيس دياس الهريوي خف كثير الاعدام، لانه عمل يعني اعدم حدا شخص او اثنين قدام العالم. صحيح. حسوا بالسخن وضلينا فتره طويله عايشين بامان وبسلام. هلا للاسف الشديد كتراني كثير، ما بنعرف شو لازم ينعمل ليردعوا هيدا الشيء. يعني حقوق الانسان بيدعي لهالشيء، بس اي حقوق انسان لجريمه اللي صارت بالكنيسه، ما بعرف اذا بتتذكروا وقتها صبا لبنت لحد الموت وقتلها بقلب الكنيسه هي وعم بتصلي. صح. هيدي انا الجريمه ما رح انساها بحياتي. بس هو انا بدي اقول لكم شغله، دينيا مش حلوه ابدا، يعني اذا نحكي دين مش حلوه ابدا ننهي نحن روح شخص نحن على الارض نحن نقررها. هو اصلا حرام قتل النفس بالنفس. يعني انا مشان هيك ضد الاعدام. ايه بالنهايه انه ربنا وقت بيريد الشخص رح ياخده باي طريقه رح يرجع ياخده، بس في ناس مؤيدين مع الاعدام وفي ناس ضد الاعدام. مثل ما تعودنا بكل حلقة في فقرة إنسانية، خلينا نشوف هالحالة. معلم حسين كم ولد عندك؟ عندي 7. صبيين وخمس بنات. خبرني أكثر عن حالة ولادك. القصة مبلشة معي بتعتبري من 17-18 سنة تقريبا. ولادي يعني كانوا بالجيش، خلصوا جيش، وكان وقتها بخدمة العام كان عم ملعب فوتبول. ابني كان بلعب منيح يعني ومعروف بالأوساط كلها. المهم انه ضرب راسه كمان بالعرضة، نحن افتكرنا الضربة وطلع لا، عملية اني بعد العشرين هذا المرض يعني حسب ما قالوا الأطباء يعني قبل العشرين هذا المرض بيضل يعطي بجسم البني آدم، بيضل يعطي للعشرين، بعد العشرين بيبين بيتملك يعني بالشخص. ايه بس تسألي أي دكتور بهالعملية هاي بيقلك مزبوط هذا اللي صار قبل ما برمت على دكاترة. هلا كم حالة عندك؟ عندي 3 هلا اللي هن هيون. هلا هن هلا اخذين أوبر، اخذين أوبر. هاي الأوبر هاي فرجيكي على الروشتات وعلى لا ولا يهمك ولا يهمك. اخذين هلا هن أوبر، الحالة غير هيك، نحن استعدادا لكم يعني. وناخذ كل 21 يوم 2 وسين وضعه غير اخواته يعني لانه اكبر، بياخذ كل 15
كل 15 يوم بياخذ ابره، هذه يعني مهدئ تعتبر يعني، والا الوضع غير هيك يعني بيكون. طيب ما في حدا عم يساعدكم بالدواء؟ والله بلا، في عنا لجنه نسائيه هون لام وسيم بتعرفها يعني، من الحزب حزب الله يعني، عرفت كيف؟ كتر خيرون عم بيجيبوا لنا في دوايين يعني، دوايين ابرتين هن كمان عم بيساعدوني بحقهم، حق الابره 20 ألف عم بيساعدوني بحقهم، بس الباقيين انا بجيبهم يعني، نحن الباقيين كان عندنا يعني حالي غير كمان ابر، نحن ابر نحن بنعاود نجيب يعني. صرني بهال 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 بهالمشكله شن 16-17 سنة صرني فيها، واكثر شيء عم بضايقني اني ما شو اسمه السكري امرار هيك بشتغل لي شغله برانيه، خي هذا ابني مسكين ببيع شويه علكي حرام بيقطع حاملها بايده عم ببيع ريحه، ببيع ريحه امرار شويه ريحه يعني مشان يساعدني، يا حرام بيطق جر حاله مشان يساعدنا. بس اكثر شيء بضايقني يا بنتي هو يعني الاكل، ممكن واحد يقلي يسلق نكهة بطاطا اللي عم بضايقني لاجار البيوت، انا عندي اجار بيت يعني بلحقلي مع الكهرباء مع هيك 300 ألف هودي يعني، يعني اش ما كان الواحد بياكل، بس القصة الاجار هلكني، وعم خاف عم خاف كل يعني كل ما اكبر كيف بدي نصير بالشارع يعني، اذا ما يعني يعني اذا ما تامن يعني، لو والله بدهم يعني لو اوضه لو تامن اوضه اقدر خطهم فيه. والدنيا ظروف يا بنتي، انا كان وضعنا قبل ما يسكن ابني، يسكنوا عندي زينب وسيم، هلا كنت عامل امل عليهم يعني انه انا مثلا بكره هن بيكبروا بيشتروا شباب يعني، هيدا قبل ما يسكن، قبل ما يسكن ويصير فيه من الشكل، كان معلم بمصلحته مصلحه احذيه، كان يحصل بالجمعه 200 دولار قبل، بس وصل على سن ما بقى سكنوا فوق الطين بلي، في عندي صهري هول الولاد الصغار اللي شفتيه هون، بنتي مسكين حرام جوزها سخن مريض بالمستشفى، انكسرت على اجار بيتها يعني الجيران بيعرفوا كانت ساكنه هون حدي، هذا العفش لإلها، هذا العفش هونيك لإلها لبنتي، انكسرت على اجار بيتها، جبتها لعندي شو بدي اتركها بالشارع. كيف بتنام؟ والله مننام هيك مثل هيدا وسيم بينام بالمطبخ بنفرش له هون بالمطبخ، وفي عندي حرام بنتي هيدي اللي انكسرت على اجار بيتها بتضب حالها وبتنام هون هي وولادي الصغار ولادها هيدي، وفي واحد في بنت صغيره كمان مع امها. بس تيجي المصايب يا بنتي بتيجي فرق فرق. سهى شفتك تضايقتي كثير وتأثرتي كثير، انا مثلك، هاي الحالة من الحالات اللي بكتني. بتصور التليفيلم طويل شوي، قسيته علينا كضيوف كثير طويل، ما بقدرت كمله حبيبتي. اول شيء حالة البيت كتير تعيسة، ويا ريت كل هالأغنية واللي بحبوا الشو أوف واللي معهم مصاري كتير والوزراء والنواب والحكام بيعرفوا العالم كيف عايشة، بيعرفوا ما معهم حق أكل، شفت برادهم فاضي، شفت عم بيساعدون بقبر، الفقر كتير صعب يعني، أصعب من رومي وأصعب من الحبس وأصعب من الإعدام، هيدا العذاب مزبوط. في شيء أنا بدي أقول لك إياه، إنه
عنده مشكلة الزلمة إنه عنده من نفسه كتير، بس مشكلته إنه ولاده عن كبر صار عندهم هالمشكلة. يعني في ناس صار يقولوا لي طب لشو هالقد يجيب ولاد؟ طب وشو عرفوا إنه بعمر 20 سنة رح يسيب ولاده مرض معين؟ ما بنته شحتوها من بيتها لأنه ما معها أجار ونايمين بالرطوبة، وأصلاً رح يموتوا من وراء الحالة اللي عايشين فيها. يعني ما بعرف، أنا بس روح أسهر وإنعزم بشوف البزخ، بشوف زت المصاري. إذا ما أحسن نعطي 500,000 أو 200,000 من هالطاولة اللي بدنا نحطها بالداون تاون، أو نسافر فيهم على باريس أو على كان أو على بشوف التفشيخ والشو أوف، مش أحسن ما نعمل معاش لهيك عائلة؟ يا ريت أنا كتير غنية تعن جد هيك عيال أنا أعمل لهم معاشات. دكتور هراج، يعني المرض فوق منها مشكلة اقتصادية يعني تو ماتش، كتير صعبة، وبدون صوتي لقلها. يعني في ناس عم نشوف عم يصرفوا بالليل هيك على شامبين 2000 دولار 3000 دولار بس يعملوا شو اوف، فيا ريت بيساعدوا هيك عالم. ما شو بتقول اليوم لكل الناس اللي عم تحضرنا وخصوصا لحسين؟ الله يكون معهم، يعني بالمشكلة اللي عم بيقطعوا فيها ماديا بركي انا ما في ساعد كثير، معنويا بركي غمره او شربت قهوه عندهم حياتي اوقات بتكون اناف بينبسطوا او تقضي نهار معهم، تجيب لهم كيترينج وتجي تقعد معهم. انا كنت روتر اكتر كمان جامعه الروتري بس على مزبوط. اصغر شفت حالات مثل هولي، وفي مليون وحده بدك شيء 70 رمضان تقدر تحطهم كلهم. بصراحة ما بعرف أنا شو في يأثر بالعالم، بس إنه أكيد ناشد حيالة شخص صدفت شي ناس مثل هيك حالات بهوليوود. إيه خليني خبرك، حتى بكان في عالم هيك في شوارع وين ما كان بيقدر يشوف دائما في مثل هيك حالات، في هالحالات موجودة أكيد. وين ما كان نعم. بس أنا بدي أقول شغلة، بدي أحكي لمجد. مجد أنت مزبوط قلت في ناس يمكن عم بيعيشوا هالثراء الفظيع وهالصرف المش طبيعي، في منهم عم بيساعدوا، مشان هيك نحن مش عم نتوجه لألهم هن، عم نتوجه للناس اللي عن جد قادرين انه يساعدوا حتى لو بجزء بسيط، لانه ممكن كثير تغير وتفرق بحياته لحسين. واكيد ما بدنا ننسى رولا، بخصوص اللي ما عم بيساعدوا وما بيشتروا الا سينيه السكربيني حقها مليونين وثلاثة ملايين. هلا اكيد بمعزل صار فيهم نحنا يشتروا، نحن ما بس فيهم اكيد في ألفوا وبحاسب على كل واحد حسب اعماله. بالنهايه اعمالك انت، لما الواحد بده يموت شو بده ياخذ معه؟ بس رولا في كثير ناس فيهم يجيبوا سينيه، بس بالنهايه بنفس الوقت لازم دائما يساعدوا مثل هيك كايات. ونحن بنطلب من كل الناس، الرقم على اسفل الشاشه، كلكم فيكم تساعدوا وكلكم فيكم توقفوا حده، حلو نرسم بسمه على وجهه اكيد. رولا نحن اليوم ما في عنا شخصيه تنحذرها لضيوفنا مثل كل يوم. شو عنا يا سيرج؟ عنا عده شخصيات مروا هيدا الاسبوع. هراج عجبته. عجبته. والمشاهدين رح يشوفوا سوا هيدا الراوند اب. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, creuser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais traîner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor lumineux.
coiffure où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Today's your day, I feel it. You paved the way, believe it. If you get down, get up, oh.
برافو برافو ميرسي ميرسي برافو. شو رايكم؟ انا حسيت رشد داليدا كمان هلا داليدا جديده حسيت كحكيم تجميل في شيء هيك ظابط شوي بالوجه. لا لا كل شيء كل شيء الباكيج كل شيء اوكي حبيت إيه؟ بس داليدا اذا بدك رونق جديد هيك كل الشخصيات يعني كان اي اكيد الحنك انا الحنك اي حتحس ميك اب واز جود إيه لأنه نحن سبق وقلنا أنه كان في ميك اب أرتست إيراني هو اللي عم يشتغل على الدقن أو المنخار يعني في أكثر من كاركترز مثل ما شفنا هلا حبيت حركات الإيدين نفس الشيء وحتى دريس فعلا كانت تلبس هيك السامبل مع الشقة لفوق ووقفتها يعني كل كاركتر أكيد كان في له ملابسه بطريقة حلوة وأكيد بشو وقالب حلو كيف كنا نقول ثانك يو ثانك يو سير. ننتقل لرولا وسوا كمان بنرجع مندردش سوا مع ضيوف شو بدنا ندردش؟ شو بدنا ندردش؟ لا بدك اياه طيب دغري عند دكتور هراج يلا دكتور هراج معودين عليك انه دائما بتطلع بالصحافه وبتحكي عن اشياء جديده سباقه بيكون بعد في غيرها كثير من الدكاتره ما عندهم اياها او مش سامعين فيها، شو جديد اليوم بالتجميل عالم التجميل؟ اخر مده كنت لاني دائما بطلع بتعرفي ليش رولا مش لاني انا ذا بيست او شيء لا كل انت بتطلع بتصرح وبتحكي كمان كلهم اسمها لشاطرين ما بقى درج المنخار عم بيشيلوا المنخار تماما كيف عم بيشيلوا هلا هيدي الدرجه لا بس هلا عم يعملوا ترانسبلانتيشن للوجه يعني عم يشيلوا الوجه عم يحطوا وجه مظبوط ما هي طيب هلا خلينا نحكي اشياء نحن بنعوزها عن جد؟ ايه عن جد هيك صار؟ ايه اكيد بغيروا لك كل شيء بيشوه صح شيء مثل الفين ايه بس هلا بدي احكي شيء نحن منعوزه مش انه شيء ما رح نعوزه ايه شو حبتك نحن عندنا خلايا جزيئيه دائما نسمع فيها اللي بيشيلوها من الجسم بيحطوها بالثلاجه بي ار بي او شيء ما لنا جديده والخلايا يعني صار لها 5 سنين تقريبا بس الجديد انه هلا صار في امبولس جاهزين عم نجيبهم من سويسرا خلال 15 يوم عم تشوف النتيجة عم نعمل إبر و 5 minutes يعني نرجع كيف كنا بالعشرينات بالثلاثينات هيك نرجع ما بيعمل ما في كونتريفي لأنه بفترة معينة قال في فيتامينز للوجه بينعمل برافو عليكي بس ما حسيت إنه يعني أنا صراحة أنت بتعرف أنا بحكي أنا ما عملته بس ما حسيته على أصحابي إنه عن جد عطاه النتيجة لا أنا عملته حسيتي في نتيجة لا هي يمكن نتيجة الإبرة لأنه قد ما بتتشكشكي هيك بيورم وجهك هي النتيجة لا الفيتامينز أنا معك ما أنا ضده ما حسيت إنه هالفيتامين إنه واحد ياخذ تابلتس أحسن يعني 100% بس خلايا جزيئية ولا مش بس بالتجميل هلا حتى عم بيعالجوا السرطان بالخلايا الجزيئية بعرف يعني بيقولوا مثلا صار في مثلا بيشيلوا من الجسم بحطوه في حال لا سمح الله اصيب حدا الولد يوم من الايام بالكانسر بيرجع بيشيلوا من هيدولي وبيحطوا له شفت معلوماتي انا بطاله بس هيدي عن جد نحن تقلك شغله نحن احيانا نطلع بالصور لما كنا تنقول 20 نطلع هلا بنشوف طيب انه ما في ترهل بوجهنا بعدنا شباب وهيك بس شو ناقصنا؟ اللي ناقصنا النضاره اللي نحن بدنا اياه اللي ما بنحصله بالشد او بالفيلرز او بالبوتوكس هيدي النضاره عم ناخذها من الخلايا الجزيئيه
مش بس هيك كمان الناس اللي عندهم كلف هيدي مشكلة كبيرة، ناس عندهم ستريتش ماركس، كل هيدول بيروحوا هول عم يعالجوا وبشكل رهيب. في ناس ما بيحبوا بوتوكس دكتور مبلا، وقت عملت لي الخلايا الجذعيه هي كنت عم تحكي عن فيتامين سي. اوكي اعمل لي اياها انا، حسيتي بنتيجه؟ اكيد بعد فتره حسيت انه عندي نضاره، انه بلو جون، يعني بحس حالي بلو جون مع اكلام مع نضاره. بس انا سمعت انه في بعد الاوقات بتعمل انفكشن اذا ما انعملت بطريقه مضبوطه. ايه بنرجع على نفس النقطه رولا، يعني لازم يعني نعمل من طبيب مختص. يعني انت بتعملها بالكلينيك ولا بالاوبيتال؟ لا شو معقول نعمل ابر كمان بالاوبيتال؟ معلش نورنا. لا عيني عمليه التجميل بس انت اصلا بالكلينيك. لا بتعرفي ليش؟ لانه بده تعقيم خاص. صح، يعني كل شوي بتقولي هي عملتها هي ما عملتها، عندك الجرأة تقولي كم عمليه عامله؟ ما عملت عمليه، هي عملت فيلر. يعني كم سوري سيرج، لانه صار بيقول البوتوكس الفيلر هو بيسموه عمليه. انا عملت عمليه؟ لا انا عملت عمليه. بس انت شو عملت؟ انه ما عملت ليفتنج الجراحه اللي بتعملها الستينيه وال65. ما قلي لي شو ده، شو اذا عمليه براحتك. انا ما بعرف كثير. هلا انا دكتور. اوكي هلا اول شيء، اول ما بلشت مع دكتور هراش عمل لي الماسك الاكلاس، سوري الماسك الجولد ماسك، هيك بلشنا. انا ماني عامله تجميل ابدا. هيدي اول شغله ما عمليه. ثاني واحده ما عمليه، بعدين الخليه الجذعيه ما عمليه، ما بعرف شك شكلي. طب فوتي على العمليه ترى ديريكت. لا مش عمليه. قررنا اساس، قرر الدكتور انه يجزئها على مرحلتين، المنخار نهار والوش كله الكيور ليفت الشد وال كثير عاملين اشياء. يعني ما شو بدي افسر لك. طب سهى سؤال، قرر الدكتور يعمل لي فرد نهار معدومه مش هيك؟ صح عجبني. يعني معدومة. انا عملت كل شيء فرد نهار، ليفتي المانوكان عمليه ما هي مش عمليه دكتور هراج، هو الخيط هيدا هي بسموه عمليه. وشو هو الخيط؟ لا 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 انا برجع بقول هي العمليه الاساسيه عملتها وكلها بخلال جلسه واحده، هي منخاره وشالت البوبير من فوق العين. اوكي والباقي الكيرليفت اللي هي القطعه اللي ايه بالخيط. فالعمليه الاساسيه هو المنخار يعني وفوق العين. يعني ما في شيء ما عملته يعني طول بالي. لا لا هيك ليه، لانه اول شيء بلش بليفتنج المانوكان على اساس يشد قطبه وحده، بقلب العمليه بقول لي انا الحامل اثنين، قال له عمول اثنين انا بالعكس انا ريت يعمل ثلاثه. انا ما عارف شو تكنيك معه، وشد راس الخدود ومن هون وشد الدقن. هلا الدقن انا كثير كونتور تبعي سافا حلو مثل مرحومه امي، بس قال لي انا ما معقول شد فوق وتحت يكون مهرجل، يعني بده كل شيء منسق. وكان كثير حريص. بس من بعد شهرين عملت فيلر تحت عيوني للجور على التعب والتصوير والاضاءه فيلر وبوتوكس. سوري دكتور هرات، شو في فيلر كمان تحت العيون؟ مزبوط ما بيأذي؟ لا لا هو مش بالضبط تحت العين، من بين الخد والعين عنا هيك خزفة، يكون في عنا خزفة على التعب وهيك، فهيدي بتعبى وتعطي إكلاء بشكل رهيب. رح نرجع على أكيد، ولكن قبل في خبرية اليوم أنا بعرفها عن سهى بس ما بعرف إذا بتحب تحكي عنها، اللي هي كانت بمرحلة سهى بديبرشن، واللي خلصك من هيد ديبرشن إذا فينا نقول بمعنى أو بآخر هو دكتور هراج، هيدا الشيء مزبوط؟ صح. ليه بدك تعملي ديبرشن يا اختي؟ ليش؟ عملت ديبرشن كثير قوي لعده عوامل، لا في عده عوامل، اسباب كثير كبيره، اسباب مهنيه بمطرحها معي. هي اولا مهنيه، وانا يعني اختي توفت من زمان، بي توفى وراها امي، احترق بيتي، مرضت تحكمت، يعني امي وبي واحترق بيتي كل شيء خسرته وتحكمت. ومهنيا كثير عملت ديبرشن قوي لعده اسباب. طب رح اسالك بوضوح، في مشكله بينك وبين المخرج فيليب اسمر؟ هي منا مشكله باكثر ما هي بعتب عليه لفيليب اسمر، لانه صديق كثير عزيز، وهو بيعرف انسان قد ايه بحبه، بس بتصور صار في له بديل اللي هو دكتور هراتش. رح احكيها بكل صراحه كصداقه، محبتي لدكتور هراتش كانت لفيليب اسمر، كنت اعتبره صديق خي، ما كنت بتخيل حالي انه انا ما عم بشتغل معه. بلحظه بعد جذور ما بعرف شو صار، ما بعرف عمل كذا عمل تخلى عني، ما اختارك بغير اعمال يعني. لا بحجه انه هيدا ما في دور لإلك، وبحجه اليوم بس تنجح كثير. بس بركي شركه الانتاج ما بدها مثلا، بركي شركه الانتاج. لا لانه انا تاكدت
يعني في كليك بمطرح معين اذا في كليك لانه باردون نحن كنا انا كنت مع استاذ مروان حداد انا مستقره 6-7 سنين معه اجوا كلوديا مارشاليان فيليب اسمر الكاتبه اخذونا من عند مروان حداد اخذونا على جزور طبعا يوم مروان حداد ما بيحط على نفسه عمل فيتو علينا نحن 3-4 اشخاص عمل فيتو علينا لانه انا عم بعطيكم احلى ادوار وانتم مستقرين عندي عم تروحوا لهونيك يمكن في خلاف بيناتهم بس لعبه الكبار طلعت براس الصغار وبناشد انه ما تطلع براس الممثلين عملت ديبرشن ايه كثير قويه اللي هي موتت امي وموتت بيي وحريق بيي طب كيف دكتور هراتش اليوم؟ وانا مرضت مرضين يعني قويه شوي وتحكمت هلا صرتي احسن التجأت لحكيم بالايوبي مستشفى الايوبي وكنت بلشت علاج كثير قوي فادني 30% بس بدتك 70% اكيد لدكتور هراتش هلا بيهمني انه صرتي احسن هلا كثير منيحه هيدا انا قبل عمليه التجميل كان الدكتور دائما يجرب يطلعني من الدبريشن وين ما يعملوا مشاريع تاعي وانا اتردد وطلع الدبريشن عندي قعده بيت انترنت ما البس ضليت سنه بنفس السيرفيتمون اكيد غسله والبسه مش اشلح السيرفيتمون عندي كبيتيها هلا للسيرفيتمون لازم تكبر لازم تكبر لا ما وقت مرق بهيك ظروف صعبه في سؤال كنت بدك تساله للياس تفضل سيرج الياس الياس اذا فينا نقول بفيلم نسوان بمطرح او باخر انت تسيطر عليك من النسوان وصرت انت انسان عم تتعذب لانه نسوان حاكمين البلد كله ايوه طيب اذا صارت انت شو بتعمل عن جد يعني شو بتعمل انه تخيل مثلا بقول لك نزل هون روح لهونيك ما في مزح يعني ليك انا بحس بمحبه بيرضى بكل شيء بفتكر بطريقه ما بعمل اللي عمله صابر بالكاركتر يعني بردخ وبصير الجاقه الكرمال اكسبهم للنسوان يعني وما اكون من الاشخاص المنبوذين بالمجتمع اللي هن حاكمينه بالعكس الشخص بيستفيد من الوضع اللي انه هن يعني انت بكاركترك في شيء ضد النسوان ابدا تعملت هذا الدور تحديت حالك في زعلهم اصلا ما باخذ ولا دور كيف انا بشوفه ك ك كالياس يعني باخذ دور اذا بشوفه انترستينج الدور تاعي يعني بكره اكيد رح نشوفه بادوار كثير مختلفه بعيده عن شخصيته فهذا الممثل القدير انه بيقدر يعمل كل الادوار إن شاء الله. فمش ضروري تكون عم تشبه الشخصيه اللي انت لا هو بجرب قد ما فيه مش هيك ما تشبه اذا هالقد كنت نسوان جي ما تشبه ما تشبه ما تشبه ابدا ليك على بس تلعب دور الفيلم اوعى غلط عموما بريك صغير وبنرجع لكم وهلا رح نستقبل جمانة يلي رح تخبرنا اخبار كثير وخبايا عن ضيوفنا. بونسوار جمانة. مساء الخير. كيفك؟ انا منيحة. شو بدك تخبرينا اليوم انا وسير؟ اكيد اخبار حلوة والفوسفوري بيطير العقل عليكي. ميرسي حياتي، في هيك شيء تشوق خبريه في اخبار هيكي. حلوة في سيرج هلو حبيبي كيفك ماشي الحال منور ما شاء الله عليك حبيبي خلي لي اياك بمين بتكون نبدا ليديز فيرست اوكي ميرسي يلا سهى تطلعي من التقفيل اللي كانت عليكي بسبب الحسد انت مره محسوده جدا 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 يعني قد ما اقول لك كمان اضربيها بعشرة صحيا عم يتحسن الوضع عندك والحسد كمان ضاربك بالصحة ولكن هلأ أفضل قطعتي بقطوع صحي كان كتير كبير ولكن هلأ الحمد لله بفضل الصلاة بفضل العناية الإلهية وكمان بفضل أنك أنت نيتك طيبة فرجعتي توقفي على إجريكي الشاشة الفضية ناطرتك بعملين واحد حيكون بالنسبة لإلك أفضل من الثاني والشاشة الفضية يعني عم نحكي ببرنامج وهالبرنامج قريب منه بعيد بالإضافة كمان لأعمال لإلك كانت المفروض أنه انحكى بعمل أو بمسلسل أو بمشاركة ورجع تأجل الأمر بشوفك أنا حترجعي تشاركي بمسلسل قريب جدا على الأرجح لبناني مشترك كمان أنت من الأرقام اللي بتحاربك بنت وأمة بضلن وراك ملحقينك على الخطوة ولكن هلأ أنت صارت وقفتك أقوى من السابق وخصوصا أنك عم تعملي شيء يمكن علاقتك مع ربك أقوى من السابق لحتى حاميك وبعدين في خبرية كتير حلوة بالأرقام تبعيتك اللي هي بشوفها أنا أنه في عنا انطلاقة لسهى غير الانطلاقة السابقة حضور بمناسبات اطلالاتها حتكون كتير مهمة وبالإضافة كمان اسم رح يلمع أكثر
ان شاء الله. ثانك يو ان شاء الله. في برنامج سهى؟ معروض علي برنامجين، قدم برنامجين. شايفه حلو. مطرح انا بعرفه. مطرح بتعرفه مطرح ما بتعرفه، رح لاقي الانسب لانه اذا قدمي برنامج؟ قدم ايه. والله حلو. هلا ما بعرف الموجي عم بيعرضوا علي كثير قدم برامج. يلا ان شاء الله قريب. الموجي انه انا ممثله سينما مسرح تلفزيون. اكيد. وكل اللي حكيته ست جمانه مزبوط، فاجأتيني انا ما قلت ليون ولا الكواليس، انا بس اعطيتها اسم امي وبيي. مزبوط، الحسد كان كثير قوي، سنه كانت كثير بشعه علي 2013 لنص 2014 بتسعه نيسان كثير من قبل تسعة نيسان، قبل بشهر من تسعة نيسان كثير تحسنت احوالي النفسيه واحوالي كل شيء. اكيد الفضل كثير قلت لكم بعود للدكتور هراتش، لانه من قبل ما اعمل تجميل وغير كان عم بيجرب يطلعني من الديبرسيون، عم بيجرب يظهرني حتى بالقوه. لا بيتجي معنا. كل اللي قلتيه بهنيكي، ما بعرف شو بدي اقول لك، وان شاء الله الله يسمع منك. مزبوط عندي عروضات مسلسلات ان شاء الله يا رب. انت الماضي بدي كبه ورا ظهري اكيد 100%. المسلسل اللي راح راح خلص. مش مشكله خلص. لا جاي عروضات احلى مع تقديم برامج، وبعدين صحيا كتر خير الله تحسنت كثير، قطعت بثلاث قطوعات صعبين ما كثير صعبين كثير تعبت فيهم. الحمد لله على سلامتي. ثانك يو. ان شاء الله. زمانة دكتور هراتش. دكتور هراتش هراتش بدك تعملنا تجميل، انا حاعطيك انا البشاره وهالسنتر اللي ناطرك بارض غير ارضك، بارض عربيه ثانيه، ممكن تكون كردستان. طلع لك كردستان حتطلع عليا ما في مجال. فظيعة. وراح تواجه منافس لك كثير كبير، منافس عم بيحاول يعطل عليك كثير امور. رح تقدر سوري بس بدي اقطعك. نعم. انت مش هيك قدام حدا انه انت بتعمل شيء بكردستان؟ وحياة الله. اي لايك حلو. هيدي جمانه زقفه لجمانه اكيد زقفه لها. بس سوري اللي قالت لي اياه كمان كله صح. اي بس كردستان يعني اوف واحد ما بتجي بباله ابدا. تفضلي جمانه. سوري دونت وري. لكن قلنا البشاره عندك دكتور. اوكي بدي اعمل تجميل عندك من هلا بقول لك فور فري. اوكي اوكي طيب. بالإضافة لتغيير مركز العيادة اللي عندك إياها هون، حتنتقل من مطرح لمطرح. لا بليز، لأنه أنا بعرف كمان كثير أشياء عنه. لا عم تصدميني كثير بس هيك. حتغير الموقع، ما في مجال. أنت مولود برج الميزان، والطالع تبعولك ميزان باثنين، ميزان العدل تبعولك، وخصوصا هلا الميزان عم تفتح عندهم بتغييرات إيجابية إن شاء الله. لا ما كسبتي. يا ليه زيك؟ نعم. هاي الياس. هاي كيفك؟ انت مولود برج القوس، عندك مشاركه ببطوله مشتركه مع وجوه متعدده، يعني عم نحكي بوجوه ان كان لبنانيه وغير لبنانيه، بالاضافه لسفر قريب ودعوه لحضور مناسبه مهمه، بالاضافه لتصوير كليب. حتطلع بمشاركه مع كليب مع فنان او فنانه، وحيكون في الك طله، وحيكون كمان في الك اضافات كثير مهمه. عم تحكي عربيا؟ ايه. وبالإضافة لمحاولة للغناء. صوتك حلو؟ شكلك. ما بحب أقول إيه بس كنت تغني قبل. أي متى الألبوم؟ خبرتنا هذا الشيء. غنيت بالمسرح قبل وقت كنت بالمدرسة. بحب كثير أغاني الرحبانة. يعني رولا بدها تمتحن صوتك صارت. بالعكس يعني بدنا نتمتع بصوته. أكيد. يلا هلا بنسمع. هلا بنرجع بنسمع. أكيد لا. كنت تغني هلا بتقولي استحيت يعني؟ اكيد لا. الياس بدي اسالك، عملت فيلم اسمه سورتون سان، هذا الفيلم ما انعرض بلبنان بس اخذ جوائز كثير برا باوروبا للمخرج فرج عون. خبرني اكثر عنه، ليه ما انعرض بلبنان؟ الفيلم شوي افونغارد، شوي في شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني ما بتحب هيدا النوع. فيه مشهد صغير تعري مع جريء فيك تقولي، مش أنا غير، بس بيحكي عن كومبلكس دو ديب، وفيه شوي مشاكل يعني أكتر أوروبيان يعني بيجي. بس بذات الوقت أنا كنت كتير بحب أنه ينعرض هون، وهلأ في مشروع ما زيت ذكرته أنه عم بيشتغلوا عليه أنه ينعرض بسلكت نمبر أوف ثياترز بلبنان لشريحة عالم بتحب تحضره، مع أكيد 18+. بس كإكسبيرينس كانت بتعقد، وأنا كتير حبيت الشغل مع فرج، شخص كتير موهوب وكتير باشنت. برافو. Good luck. سهى ما عندك مشكلة أنك ما تاخدي دور بطولة،
بتحاربي كرمال دور بطولة بتقولي لا, 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 لا أنا بيلبق لي هيدا الدور؟ لا 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 لا, أنا بمسلسل زمن الأوغاد مني بطلة وكتير ضربت هيدا سلو زمان ببين السماء والأرض عصر الحميم بقى دوري حديث البلد 3-4 أيام وين ما نروح كذا نوفا مني بطلة في جزور كمان بجزور أنا ما كنت بواحد للفنان مش ضروري ياخد بطولة بحياته دور صغير هو بيعلم أكتر من البطولة البطولة المهم اختياري للدور الصح ليه أنا مثلا كنت متعلقة بفيليب كتير وكتير بحبه لفيليب وبعدني بحبه ووجه له تحية بس معتبين عليه كتير بيعرف يختار لي أدواري يعني عطاني بوش كنت أعرف أختار الكاركتير المركب والكومبوزي بس كان يعرف أكتر أنا شو بدي وكان يشتغل علي أكتر وعنده ديركسيون دكتور بيوجه الممثل بطريقة جيدة فيليب اليوم مهنياً بس تعمل ديبريشن بتكون طالع مع ناس كتير بتتفق معهم كتير مثلاً كاتبة بتحب كتاباتها منتج بتحب إنتاجه مخرج بتحب كيف بيشتغل عليك وفجأة أنت ما عم تشتغل معهم هون تعمل ديبريشن وأنا في غير ممثلين كمان عرفت مش بس أنا شوي بتتأثر يعني مثل أنا عملت تجميل عند الدكتور روح أنا جرب غيره اطلع ما أزبط يعني بس كتر خير الله هلأ عندي أعمال إن شاء الله يطلعوا عقد طموحاتي بس بتصور أنا كل أعمالي أجيال ما كان بطولة كنت عاملة كاركتير كتير حلو ولمعت فيهم كتر خير الله دكتور هراج شو بتنصح كل ست شو وهت بعملية التجميل هل عندها أمل أنها ترجع تزبط حالها وهل أنت مع الستات اللي هالقد يعملوا عمليات اوفر يعني بمحل بطل نعرفهم او مثلا يشوهوا حالهم يعني في ستات كتير حلوين ما بقى مثل ما كنا بنعرفهم مدري مين كتب مصيري هيك يا رولا انه هالفتره بس عم زبط من وراء اغلاط اللي عم يصير اكيد مش من حكمة برجع بقول من ميك اب ارتست عم يعملوا مواد مش معروفه ايه نحن عرفنا انه حتى بسالون دوبوتي صارت ميك اب ارتست هي عم تحقن يعني صارت عادي وهذا الشيء كثير خطر صح صح صار معك قبل شغلتها لا ما ميك اب لا لا انا ما يعني ما صلحت عندك يعني لا ما بصلح انا معروف عند مين بعمل وقديه بعمل وبيعرف دكتور هراج وبيعرف كثير منيح انه انا ما بلعب بوجهي لانك مطلعه كمان ايه انا ما بلعب بوجهي لانه انا في عندي كم شغله تعب وخاصة خاصة انه كريم يعني قلت له ما تخليه انه انا اعمل شيء بوجهي دائما بينبه علي أكيد. اللي هو مدير اعماله بحييه انا اكيد تحيه كبير له سبورت كثير كبير لإلي يعني دائما بيصير في مشاكل من وراء هالموضوع كثير في مشاكل رولا كثير عم يصير بالبلد مشاكل و 90% المشاكل من المواد الغريبه لان اول فتره مش عم يبين معهم شيء بعد سنتين ثلاثه عم يصير في التهابات التواء بالتم هل قد بتطول يصير مزبوط 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 بس المشكله الاكبر انه مش عم بيقولوا شو الماده عم يحقنوها وهي لما عم تسال عم يقولوا مش شغلتك هيدي لا يعني انت نحن هون مفروض ننصح الست انه ما ترضى تحط شيء على وجهها لما تعرف شو هو البرودكت وتعرف عند مين تحطه لانه ممكن تعرض حالها لتشويه كامل مزبوط. صح قبل ما نختم سيرج اكيد في لكم كلكم سوا سمول جيفتس ان شاء الله تحبون فيكم تشوفون اكيد من مادموازيل ميروار ميرسي كثير لهم لمادموازيل ميروار لانه كل يوم في عنا قصص كثير حلوه عم تقدم لنا اياها وانا هون لا كمان بدي ودع كل المشاهدين واقول لهم ان شاء الله بكره بشوفونا بحلقه حلوه ان شاء الله ضيوفنا بودعكم واكيد بودع كل المشاهدين وبقول لهم بكره شوفونا بحلقه جديده من ليالي الانس باي 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 Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, creuser le vol d'un goéland. Penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de
mes voyages. Je voudrais traîner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire ces voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver couleur des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor en ligne pure où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Listen to your God, this is our motto.
your time to shine. Don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go and feed them. This is your moment. No hesitation. Today's your day. I feel it. You paved the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Samina, mina, zangalewa. This time for Africa. Funny. Shukne deni.